السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بفضل الله احنا النهارده 3/7، فيديو من الفيديوهات المهمه الخطيره قوي واللي هنقول مهمه جدا في الفول السوداني. الارض اللي احنا فيها ديت ناخد لقطه بسرعه عليها كده وبعدين نقول احنا الارض فيها ايه. اهوت بقى كده، بص هنا بقى حضرتك المكان اللي احنا فيه ده بقى دوت مكان كومة السبلة اللي هو كان بيخدم بيها الارض. يعني ايه؟ حتى هنقول بس مكان الكومة، مكان الخدمة. بص هنا القرش هنا عامل ازاي، شفت بقى فرق الجوع بتاع الارض، شوف هنا وضع السوداني ومع ذلك في صفار اهو. الصفار ده حضرتك، الصفار ده اللي احنا شفناه ده اللي موجود اهو ده، شوف القرش هنا مقفل وحلو، يعني حالة النبات حلوة، حالته احسن، بس ومع ذلك الارض جعانة. يعني ده مش كافي، ده لو الخدمة صح كان النول يبقى اخضر غامق وقافل عن كده، انما الصفار اللي عندي ده حللان ارض، ارض حله مش ميه، فوق فقر ارض، ارض فقيره ما فيهاش عناصر، ما فيهاش اي خير، ما فيهاش ماده عضويه. فده شوف اهو ده المكان اللي هو مكان الكومه. شفت بقى المكان مكان الكومه، بص الفرق بين ده وبص هنا اللي جنبه على طول اهو، ده بعيد عن الكومه خالص، تقريبا بقيه الارض كلها بالوضع ده. يبقى الحته هي ده هنا خدمه ارض، ارض فقيره، ارض ضعيفه، وده ارض اهيت ما شاء الله، الله اكبر، مكان الكوم. بص حضرتك ادي الفرق. بص كده حضرتك كده دي كده باينه في نص الكاميرا، باينه دي كده نيماتوده. طب بص بقى الفرق بينها وبين دي، دي كده عقد بكتيريه. يبقى الاثنين جنب بعض اهم، خلوهم جايبين لقطه واحده الاثنين، باينه معاك الاثنين في نص الكاميرا في نص الشاشه، باينه ديت عقد بكتيريه ديت نيماتوده. هذا الفرق بينها، وده برضه اهي، ادي عقد بكتيريا تاني معايا اهي زي الاولانيه اهي، انما دي نيماتود، بين اهي انتفاخات معايا نيماتود مع الاعفان الشديده. اقفل. احنا دلوقتي اهوت معانا صور، انا عايز الجدر نفسه. انا عندي اهوت نباتين اهوت الاثنين عمر واحد، دوت تعبان خالص اهو، النمو الخضر بتاعه تعبان، وشوف دوت حالته كويسه، شوف فرق الاثنين هما جنب بعض. تعال بقى نشوف الجذور بتاعتنا، نشوف اللي تعبان. بص حاله الجدر عامله ازاي، شوف الثمار عامل ازاي، دي اعفان شديده، اعفان شديده رهيبه، مفيش شعره واحده بيضه. انا عايزها في نص، في نص الصوره، نص الكاميرا الشاشه مش باينه خالص، مفيش شعره واحده بتمتص، دي اعفان شديده. تعالى بقى النبات اللي هو احسن شويه، برده مش حلو بس احسن شويه من الاولاني. الاعفان هنا مش بنفس القوه هناك، لسه في عندي شعر ماسك نفسه شويه، دايت اعفان بس مش شديده زي هناك. حط الاثنين جنب بعض كده، ادي الاثنين جنب بعض، لا ده حالته احسن شويه عشان كده ماسك نفسه شويه، انما ايه، انما هو في الاساس انا في اعفان. تبان النهارده، بص قرب لي من هنا خالص، شايف هنا شعر ابيض، شايف شعبين معانا اهو، مكان ضفري اهو، يعني والبني اللي فيه مش اسود كحل زي التاني، حالته شويه احسن اهي، باينه معانا خالص اهي، حالته شويه احسن اهي، عشان كده امتصاصه احسن شويه فمتعاكس معايا على القرش بتاعي. لفينا وشفنا الارض، وشفنا الارض فيها ايه، وشفنا الجذور، وشفنا المشاكل اللي في الارض. الارض ديت ارض سف في منطقه فقيره خالص، معروف المكان بتاع الارض ديت ان هو فقير خالص، يعني تعتبر تربه مباني او تربه محاجر، ما فيش اي خرفة خالص، فقيره في العناصر، فقيره في المحتوى العضوي بتاعها. هو خدمها بشويه سبله. طب انت خادم شويه سبله في الزانه هيقعد معاك 120 130 140 150 يوم، شويه السبله جابوك 50 يوم 40 يوم، طب وبعد ايه اللي هيشغلك؟ طب انا النهارده في الوضع اللي احنا فيه ده، النهارده شفنا الجذور، شفنا النهارده الجزء اللي في ايدينا ده كده، ده من اقوى الحته في الارض اللي هي مكان الخدمه، مكان السبله اللي كوم السبله اللي كان موجود عنده. بص
حتى جابت برج واحد والبرج التاني حتى ما كملش معايا. طيب الجزء الفقير اللي تحت اللي احنا شفناه في الارض تحت للاسف جايب نص الانتاج دوت وما جابش، هو فوق برج واحد اللي جابه ما جابش تاني. طب انا النهارده في ارض زي دي الملوحه بتاعتها اسمها الملوحه عامله 480، بصينا على الجذور بتاعتنا شفنا جذور اعفان رهيبه، هو بيروي هنا ثلاث ايام يومين والثالث، بيروي يومين والثالث. طب انا ارض زي دي في الاعفان اصلا لما تقعد يومين مصوم فيهم مع سخونيه الجو للارض، انها ارض سفو ومفيش خير فيها اصلا، تسخن على الجذر تحت تعمل لي اعفان، تيجي انت في اليوم الثالث تديني ميه تعوض اليومين دول، فتديني مثلا ساعه ساعتين ثلاث ساعات حسب ما بتدي، وتدي فيها تسميد جامد مره واحده، الجذر اللي انت شوف اسود ده هيقبل تسميد؟ هياخد اللي هياخده من التسميد. طب وبيت التسميد بتاعك هيتغسل، يبقى انا ضريت نفسي. طيب انما الاعفان فيها اعفان قاتله، اعفان شديده، يبقى التسميد بتاعك زي قلته يجيب عكسي. عايزه خدمه؟ ارض فقيره، ارض سفر، لازم اضاعف الخدمه بتاعتي، اضاعف الخدمه عشان ما اقعش في فخ ان انا عايز اسمد واحط كميات تسميد عاليه. طب انا جدر فيها عفان جامده اهو، تسميد ايه اللي هينفع فيه؟ والاقي طبعا بقى عامل خلطات بره بقى فيها مثلا كتكوت، فيها زبل حمام، فيها، طب ما هيجيب لك عفان، ما انت بتعالج خطا بخطا. يبقى احنا اتعلمنا من الوضع ده، بنقول لا، ارضك الخدمه ثم الخدمه ثم الخدمه قبل الزراعه، ومضاعفه الخدمه طالما اتخدمت صح واتبدرت صح وتوزعت في الارض صح واتطفت صح واتقلبت بالميه صح مش غلط، ايا كانت كميه الخدمه اللي انت هتديها دوت اول مكسب ليك في ان انا في الزرع اللي انت بتزرعها حاليا، لان انا مش هلجا ان انا اجيب كيماوي كتير واحط كميات كبيره. طب انا النهارده عندي استعداد اجيب كيماوي كتير واجيب كميات كبيره واعوض، طب هل الجدر اللي عندي دوت يستحمل؟ طب في اعفان، اصبح الجدر لغاني ولغى التسميد اللي انا كنت بجيبه. طب انا النهارده داخل في 105 110 يوم، طب انا عندي البرج اللي هو ماسك عندي اللي هو اغلب تقريبا 90% من الارض اللي هي ضعيفه اللي فيها يعني شويه انتاج تحت يزعله، طب دول انا عايز اجيب الشويه اللي باقيين فيهم فيها 25 فيها 30% عايز يكبر معايا. طب انا عشان ده عايز اسمي، طب عشان اسمي لازم احط عفان، وانا عشان يبقى انا لازم احط اعفان، لازم احط بعد كده بنشر جذور، لازم اسمي التسميتين او ثلاثه، احط اعفان ثاني واحط بنشر جذور ثاني واسمي التسميتين او ثلاثه عشان اعدي بالزرعه بتاعتي واعنف الفخ بتاع ان انا ما خدمت الصح. طب انا النهارده اعفان جامده زي دي يبقى لازم احط العفن مره واثنين وثلاثه. طيب الخدمه بتاعه الارض يبقى انا لازم اعوض بالتسميد. طب انا نظام الميه نفسه بقى في ارض السفو دي، حرام اقعد يومين واقعد الثلاثه، انا بصور دلوقتي الساعه 1 الظهر نار، تحط ايدك النهارده على الـ على الـ على الرمل تحت او الارض التربه نار. طب انا النهارده يبقى الارض زي ما ينفعش فيها تصويب، وخصوصا ان احنا قلنا السوداني في الجزء الثاني من عمره في النصف الثاني من عمره بعد 70 بعد 80 يوم بيحتاج ميه كتير، ارض صفو زي ديت يبقى ممكن نظام يومين والتالت تصويب يومين واليوم التالت بدي ميه فيه ممكن يكون مناسب لاراضي ثانيه تقيله شويه ماسكه نفسها شويه فيها خير، انما ارض زي ديت فقيره صفو لا ما ينفعش فيها النظام ده، لان اليومين دول كافيين لوحدهم ان هم يدوا عفن يسببوا في عفن التهابات للجذر. طيب وجيت انا سميت كميه تسميد عشان اعوض اليومين دول بزود التسميد عشان اعوض فرق الارض، اصبح التسميد بتاعي سلبي يضر اكتر. يعني يا رب نكون موفقين في هذا الفيديو، بنقول لو تابعونا من على الفيسبوك من فضلك اعمل لايك، لو بتتابعنا من اليوتيوب من فضلك اعمل اشتراك في القناه كمان، مش هنضغط على الرسم متابع 0478 6196. شكرا.